مشاهدينا، سعت الجهات الأمنية المشاركة في المسجد الحرام على توظيف المجندات السعوديات داخل أروقة الحرم في خطوة غير مسبوقة لتمكين السعوديات في العمل التنظيمي لخدمة ضيوف الرحمن. ننتقل مشاهدينا إلى بيت الله الحرام بصوت والصورة إلى موفد الأخبارية ناصر حبتر. أهلا بك ناصر، مساء الخير. إذن لعلك تطلعنا بمزيد من التفاصيل عن يعني مجريات ما يدور في الحرم المكي في هذا النهار من نهار رمضان المبارك. شكرا جزيلا لك زميلي العزيز. نعم، 37 درجة مئوية هي درجة الحرارة الآن في الحرم المكي الشريف. بدون شك بأن الأجواء رائعة، صلاة العصر كانت درجات الحرارة مرتفعة، لكن كلما أقبلنا على وقت الإفطار واتجهنا إلى المغرب تنزل درجات الحرارة ويكون هنالك يعني برودة خفيفة في جنبات المسجد الحرام، خاصة وأن هنالك نوع خاص من الأرضيات التي تجلب البراد. بدون شك كما ذكرت زميلي الكريم بأن المجندات السعوديات دخلوا إلى داخل أروقة المسجد الحرام من خلال العمرة وقوة الحج والعمرة الموجودة في المسجد الحرام. هم يساعدنا زملائهم الرجال من الرجال الأمن، يتواجدنا في كثير من المواقع الداخلية للمسجد الحرام، وفي كثير من الأوقات يتعاملنا مباشرة مع السيدات اللاتي قدمنا لأداء العمرة. لعل الخبر الأبرز كذلك هو تهيئة السطوح والدور الأول من توسعة الملك فهد لدخول المصلين والمصليات إلى تلك المواقع. هذه التهيئة وربما فتح الأبواب تعطي مجالا أكبر للزوار والمعتمرين الذين قدموا إلى المسجد الحرام، في خطوة واضحة بأنها تؤكد على نجاح العشرة أو التسعة أيام الماضية، تؤكد على نجاح ونجاعة كل التعاملات التي قدمت بدءا من دخول المصلي والمعتمر في محيط المسجد الحرام وحتى دخوله وإنهاء إجراءاته. إذن باب 70 و74 و84 سلم الملك فهد الكهربائي جميعها هي مهيئة لاستقبال المصلين والمصليات من الأشخاص الذين ينطبق عليهم الموافقة من خلال التصاريح اللازمة، وكذلك من المحصنين بالتطعيمات والتحصينات الخاصة بكوفيد 19. اسمحوا لي مشاهدينا، يعني المشرف على الساحات المحيطة بالمنطقة المركزية هو سعادة العقيد أحمد بن إبراهيم التويجري من الإدارة العامة للمرور ضيفا معي ليعطيني أكثر، هل فتح هذه البوابات سيجعل هنالك كثافة بشرية وأعداد كبيرة ستقدم إلى الحرم هذه الجمعة الثانية كذلك، كيف تمت وكيف مرت هذه الجمعة؟ حياكم الله سعادة العقيد. الله يحييك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشر مباركة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بالنسبة لخطة المرور المتمثلة في المقدمة من الإدارة العامة للمرور والمطبقة من إدارة مرور العاصمة لموسم عمرة 1442 وتماشيا مع الإجراءات الوقائية المعمول بها حاليا من جميع الخدمات من جميع الإدارات الخدمية المقدمة، طبقت خطة نقل المعتمرين والمصلين عن طريق محطات النقل، وذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية، حيث تم فتح أربع مواقف وساحات خاصة لنقل المعتمرين والمصلين من خارج حدود المنطقة المركزية إلى الحرم الشريف، وهي كالآتي: الأول للموقف كدي، وذلك القادمين من منطقة القادمين من مدينة جدة كذلك بالنسبة للموقف الثاني موقف الجمرات ويسمى الششة للقادمين من الطائف وشرق مكة، الثالث المسخوطة اللي هو مواقف الأمير متعب، والرابع للصلوات فقط وهو موقف الزاهد للقادمين من جهة طريق المدينة وغربي مكة. طبعا وضعت هذه الإجراءات
لأجل التخفيف من عملية النزول إلى الحرم واتباع التعليمات الوقائية والحد من استخدام الأجرة وما يسبب من ملاحظات، ولأجل السيطرة التامة على عملية النقل وعملية الدخول وعملية الالتزام بالتصاريح الخاصة في أداء العمرة وكذلك الصلوات. طبعا طبقت ولله الحمد خلال العشر الأيام الماضية ونجحنا ولله الحمد نجاح تام بفضل الله، ثم بتكاثف الجهود من جميع الخدمات من جميع الإدارات الخدمية المقدمة، وإن شاء الله تستمر الزيادة. وقد فتح اليوم ولله الحمد أجزاء من الحرم، وذلك لاستيعاب أعداد أكثر من الفترة الماضية، وهذا يحملنا عبء أكثر لتحمل المسؤولية وعملية نقلهم من الإجراءات باتخاذ الإجراءات الاحترازية وإن شاء الله تتم الأمور على خير. جيد. بالنسبة طال عمرك الآن، هل يسمح لأي مركبة بالدخول إلى المنطقة المركزية يعني المحاذية للحرم؟ لا، غير صحيح. بالنسبة للمنطقة المركزية الخاصة القريبة من الحرم ما يسمح بالدخول لها إلا لأشخاص محددين، وهم الموظفين والعاملين بشؤون الحرمين والحرم الشريف، وكذلك لمن لديه حجز بإحدى الفنادق القريبة للمنطقة المجاورة للحرم والتي لا يمكن الوصول لها إلا عن طريق السيارات الخاصة أو الصغيرة، والمهيئ لهم مواقف خاصة، وهذه عن طريق الكروت الخاصة فيها. جيد. الآن من أخذ تصريح القادم من جدة له مواقف مخصصة بالنسبة للنقل للحافلات، القادم من الطائف، القادم من الجنوب، لابد أن يأتي عن طريق النقل الترددي، صحيح؟ صحيح. كيف عملية النقل الترددي وسلاسته؟ هو المتاح له الاختيار، ولكن نحن نفضل ونعطي من خلال خبرتنا الأفضلية للقادمين من جميع الجهات. مثال القادمين من الطائف، الأفضل له أنه يتوجه إلى منى حكم القرب، وكذلك القادمين من جدة مواقف كدي بحكم القرب للطريق وسهولة الوصول إليها. جيد. ويتم نقلهم عن طريق الباصات. القادم إلى من جدة. والقادم من جدة كذلك عن طريق مواقف الكدي. أما بالنسبة لداخل مكة من الجهة الغربية اللي هو موقف الزاهر. إيش أبرز الأشياء اللي سجلتوها، الملاحظات أو المخالفات اللي مرت علينا في العشر أيام الماضية؟ واليوم الجمعة هل شاهدتم كثافة مخالفين، محاولات دخول لغير المرخصين؟ ولله الحمد شاهدنا التزام تام من جميع المعتمرين والمصلين، وهذا حقيقة يشكرون عليه، وهذا يترك للمسؤولين أنهم يزيدوا الأعداد لتحمل المسؤولية الناتجة عن ذلك. يعطيك العافية سعادة العقيد أحمد التويجري، أنت المسؤول في الساحات المحيطة بالمسجد الحرام من الإدارة العامة للمرور، كنت ضيفا معي لإعطائي مزيدا من الإيضاح. أرجوك إذا كان في نصائح أو شيء تحب توجهه للمشاهد الكريم أو لمن ينوي القدوم للعمرة عن طريق مركبته أو عن طريق الجو، هذه كاميرا الإخبارية أمامك. صحيح. أدعو كل من يطلب الفضل والأجر من الله عز وجل وأن يؤدي مناسك العمرة في رمضان أن يلتزم بالإجراءات التي أعدتها الدولة، وهي لصالح المواطنين، وأن يلتزم فيها وأن يتبع الوسائل التي تم إرشاده عليها من قبل إدارة المرور ومن قبل إدارة العمرة داخل المسجد الحرام، ومنها عدم اصطحاب السيارة إلى منطقة الحرم لعدم وجود مواقف مهيئة أو خاصة. لا يوجد أي مواقف. الثاني عدم اصطحاب الأطفال لصعوبة يعني بقائهم أو دخولهم إلى داخل الحرم، ولسهولة انتقال الفيروسات لهم يعني. نعم، ولسهولة انتقال الفيروس ولخطورة ذلك عليهم. كذلك التخفيف على من لم يستطع أن يعتمر أو يصلي خلال السنوات الماضية وإعطاء الفرصة للغير.